حين تسقط الدول وتحكم الميليشيا يصبح المواطنون هكذا طوابير طويلة لا تنتهي من الجائعين. من لم تقتله الحرب تغتاله الفاقة والفقر، ومن لا تدفنه الميليشيا يمتصه الجوع ويسقط فريسة سهلة للحاجة لإشباع جوعه. أكثر من 3 سنوات على طاعون ميليشيا الحوثي الذي اجتاح اليمن وقضى على ما تبقى من كرامة اليمنيين الذين دفعوا ثمنه مجبرين دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات على قرب نهايته. هنا تجد أكثر من 3000 أسرة في العاصمة صنعاء قليلا مما يسد رمق أبنائها، تفصح الوجوه عن انكسار لا تخطئه العين، طوابير لا تبدو نهايتها، ولا تستطيع شعارات الموت الحوثية إنكار حقيقتها. أكثر من 18 مليون جائع، تلك حصيلة الحرب التي أفقدت اليمنيين وظائفهم وأعمالهم وأهالتهم إلى أشباح لا يلتفت العالم لمعاناتهم. أزمة حاضرة وبطون خاوية لا تشبعها بيانات المنظمات الدولية، وتفضح أكاذيب الإغاثة المزعومة التي ما فتئت تتاجر بأوجاع الفقراء والمحتاجين. إن كان للحروب من كوارث فهذه إحدى تجلياتها، حين يتحول ضحاياها إلى مجرد أرقام في تقارير المنظمات الدولية وعلى هامش اهتمامات اللاعبين الإقليميين والدوليين وساحة مناكفات لأطراف الصراع والحرب. هنا ينسى الناس كل الشعارات ويستميتون في رحلة البحث عن ما يسد رمق أطفالهم.